ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. تأتي بآية ملكت جبتي مرتعو تقرب لهم طبعا حجي خلاص أما جرى شابس بحمالي تقول دايس خام مرتعو بره نقري خاتق تقرب له زلخا ناب قويت أم التملسو انتهي بلا الله سبحانه وتعالى زيوم سبعات زيوم فبشر عباد من اللي سيلن هو زلو أصلا سل زيلن فالله سبحانه وتعالى بعلو يملسو مالتي لله الواحد القهار الذي قهر كل الخلائق. فالله سبحانه وتعالى يقول اليوم تجزى كل نفس بمجموعة ويكأب جندا بجملة كونن أنت إذا زخون تخون نفسي كلها ننتا زس الصراحته نوع يخت وسد مالتي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى لومي كاب آية مبل سسان كرتن سورة الصاد كنجمرين إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين إن شاء الله تعالى لومي زن قرأنا هين آياتات كنفسر كنتنتنين الله سبحانه وتعالى بدقف حقز خون مسانا دعانا ناب قويتا ناب قيتا ناب الله سبحانه وتعالى نقرب إنه الله سبحانه وتعالى بزعبة أفتي يوم القيامة زركب توم كحت توم مشركين توم صلاة الله صلاة لأخات الله زنبور سبات أب يوم القيامة أنتايكم زقوانو فهم ناي جهنم سقاي صبيومكم زلو ناتقسي ኣብ መንጎኦም ውን እንታይ ዓይነት ዘረባ ወይ ከዓ እንታይ ከም ዝብሉ ኣብቲ ጀሃንም ምስኣተዉ እንታይ ኢሎም ከም ዝዛረቡን እነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዛዕባኦም ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ፈቃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወቃሉ ማ ለና ላ ነራ ርጃላ ኩና ነዑድሁም ምን ልኣሽራር እዚ እቶም ካሓቲ ኣብቲ እሳተ ጀሃንም ምስኣተዉ ንገለ ሰባት ይደልይዎም እሞ ኣብ ቅድሚኦም ኣይረኽብዎምን እዮም ምስኦም ንጀሃንም ዝኣትዉ ኮይኖም ይስምዖም ነይሩ ገና እቲ ጥፍዓት እውን ገና ኣብቲ ጀሃንም ከለዉ እውን ነቶም ውርደተኛታት ወይ ከዓ ተቐባልነት ዘይብሎም ሰባት እንታይ መስሎም ነይሩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ወላ እንተኣመኑ ብሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናበይ ክኣትዎ እዮም ንጀሃንም ክኣት ኣን እቲ ሚዛኖም እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ጀና ዝኣቱ ሓደ ወዲ ሃፍታም ወይ ከዓ ወዲ እከለ ስመ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ኣዱንያ ቦታ ዘለዎ ክብሪ ዘለዎ ሽምግልነት ዘለዎ ወዲ እከለ ዝበሃል ማለት እዩ እሶም እዮም ድኣቱ ጥራይ መስሎም ሩ እቲ ከምቲ ሳሕበ ጀነተን ዝበለ
يوم القيامة يآمنلو لكن ولئن رددت يعني تدع تملس ون بيوم القيامة لأجدن خيرا منقلبا يعني جنة بالنير مالت مع أنه ما قدم شيء لله ولا عبد الله سبحانه وتعالى لكنه أنت نر أنا مدام بالدنيا تمتع أنت دسيتن له خلاص أنت قيت ل ين قيت فتون مالت خمس ير الدنيا دسيت ن خير هبني أمتعن ل أب آخرة ون تثبيت له مالت فهؤلاء أنت نر مالت نحن خبتنا جهن بعر بعل بلال بعلتم أشرار يعني حنت تقم زيبلهم بالدنيا نرم زنبرنا أبي د ل ن لنا نرم لم قلت ملت يبلو مالت يوم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وعلى سبيل المثال يقول مجاهد كأن يسأل أبو جهل يقول أين بلال وأين عمار يعني ثم أفت الدنيا قطقطوهم زنبرو وكا ورد سنياتات كينهم زرئوهم زنبرو كأن جنة بعلم يوم زمقل زن جنة جهنم زيهم سب خير يوم زيهم سب أشرار يعني يوم زرئوهم يرم مالت يوم طقم زيبلهم ربح زيبلهم يوم أب الدنيا باريا خوين ونبر أب آخرة ون باريا خوين ون جهنم كأتوي لهم زي عينة سمعيت يرم مالت يوم فيسألون أين هم أبي له أبل مالت يوم يحت لهم أتخذناهم سخرية أي في الدنيا كنا نتخذهم يعني لا قصر لهم نيرنا سبكوا ينم سمعنا ينبرون محجد أن تخوينا نادين رئيهم زلنا فيسلوا أنفسهم لا 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 أكيد ألو بس إحنا أم زاغت عنهم بل زاغت عنهم الأبصار يعني سب زيحوخ رئيهم أي كألنا ننبر ألو بحدو وقنسي يساقوا يوم زلوا ويلهم حجين نفسهم يدعى عسوا مالتهم أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار فهذا تسلية لهم بأمر محال طبعا لعلهم معنا من البشر لو خونيهم لكن جهنم قفيحون يقول لنا أبيك نراخب أبيك نرأز يقول له خلق إذن له مبرا له إليهم يناديوهم لكن يرخبوهم من مالتهم زي أفتم جمر يا مالتي لكن كما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة كما يكون مخانو ومقاسهم أن نحدهم كم الزرار بطقش الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة الأعراف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم إذن انتهى له مالتي زدت مجمر يا أيو كدري وانك جمر يوم لكن دحري ورخم تصوم يوم ثم أهل الجنة أصلا كتصوعهم يوم يا أهل النار يا فلان يا فلان نحن كتي الله سبحانه وتعالى وعدنا ويك أقل زأتولنا جنة أتينا يوئنا رخبنا يوئنا السخم كي أتي الله سبحانه وتعالى زتقوكم زنبر جهنم أتيكم مولا أتيكم مون رخبكم مولا أي رخبكم مون قالوا نعم رخبنا يوبا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وينادي أهل الأعراف وينادي أهل النار كما جاء في سورة الأعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله حجي كل منو مصمالتي أبيكم زلوتم أهل الجنة من منكم زلوتم مصفلت حجي أنت أكل عركي دي نبركان أنت أكل أنا خمس دي قبر كل كان خمس دي نبركان مو قلسكي خافت بجنة زلو رزقا ششاين سقلا هابونا أتمنا يمدبلو مالتي لكن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة وحرم ما في الجنة على الكافرين تجنة حرموا ترايسك ولا تبجنة زول له ششاي وكتب صحن له ما يتخلني خا نار أخا يوم كلها الناس معك يوم كلها ولا أن لهم ونخلوا حرامهم حرمهم سلزخونه فلا يعطون شيئا ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إذ من يزنقرنا زولو الله سبحانه وتعالى جنا تسب جنا صح جي أتونا له جزية جهنم تينا يوم القيامة يترخبنا له لكن الله سبحانه وتعالى تقول له كله أبزي قدمنا كم زقيرو بتنتنا يقلت لنا له مالت يوم توم أهل الجنة توم أهل الجهنم تاين تاين لهم كم زاربوهم تاين كم زبوهم توم أهل الجهنم لأنه حلومون تاين تاين كم زبها هالو من هي الله سبحانه وتعالى
እቲ ጣዓሳ እቲ ስቃይ እቲ ኣብ መንጎ ኩሎም ዝርከብ ናይ ምልማን ይኹን ናይ ካልእ ዓይነት ዘረባ ኩሉ እናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ። إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أهل النار يتخاصمون ننحدم يتعرفوا مالتهم ننحدم يلعن بعضهم بعضا فزيت أب جهنم زركب أهل النار كلهم ننحدم الرقاقم أي فاتون يوم وهذا هو الحق لا برية فيه إذا ونكر كب حق لحق كبلك خل الله سبحانه وتعالى بك زي تخركب እዚ እውን ሓቂ ጌርካ ክትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ። ከም ብዓይንኻ ትሪኦ ዘለካ ኮይኑ ክስምዓካ ኣለዎ። ፈላ ሸከ ፊ ዛሊክ ፈፂምካ ጥርጠራ ዘይብሉ ነገር ዘይወላውል ነገር እዩ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክትኣምነሉ ኣለካ እቲ ጀሃንም ዝኣት ሰብ እዘይ ጉዳያት ዘጓንፎ ከም ምዃኑ። ثመ የقል ላه ስብሓንሁ ወተላ قل يا محمد الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمز لك تزاربم خ نم زخحد خ لو نم أبي خ لو قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار نبي صلى الله عليه وسلم بت الله سبحانه وتعالى ون زأزم أستنققخم مخانم النبي صلى الله عليه وسلم نقيرم مالت يم حتى قال أنا النذير العريان يعني أጠنقቀكم ኣل لكع كمت ካብ كنت ካብ قل ጠنقቀكم ዝመፅ سብ كمኡ ي أن ف ዝብለكم ዘل تحዘلك መፅ ዘل حቂ ዘጠራጥر ኣيكن እنه يጠنقቀكم ኣل تقበل نت حቂ نعي ون ኣيتنፀጉن إنما أنا منذر طبعا إنما قال هنا أداة حصر بمعنى أنا خب لعل ون كل نجر يبلي أنا لأخ قيت ملأخت زبح زنق غير أنبر قيت يكنك زقطع يكنك زهب زخلأ ون يكنك أنا بت الله سبحانه وتعالى زأززني إنما أنا منذر كمون ከምቲ ስኹም ተኣምንዎ ወይ ከዓ ከምቲ ስኹም ትብልዎ ዘለኹ ከምቲ ስኹም ትብልዎ ዘለኹም ኣይኮነን ኣይኮንኩን። ምክንያቱ ስኹም ትብሉኒ ዘለኹም ወይ ንግስነት ደልዩ እዙ ሳሕር እዩ ከምዚ እዩ ከምዚ እዩ ትብልዎ ዘለኹም እዚ እውን ኣነ ከምኡ ኣይኮንኩን። እነማ ኣነ ሙንዚር ልኡኽ ካብ ጎይታ ዝመጽእኩ እየ ዘጠንቅቐኩም እየ። ወማ ምን ኢላህን ኢላ ላሁ ልዋሕድ ልቀሃር ተፃውዒተይ እውን ንመን ያ ንሓደ ጎይታ ንሓደ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዕኡ ጥራይ ከተምልኹ ጎይታ ከም ምዃኑ ኣሚንኩም ኩሉ ኣምልኾትኩም ንዕኡ ንኽትህቡ ኣነ እዚ እየ ዝፅዋዓኩም ዘለኹ። ወላ ስብሓን ወተዓላ ሓደ ጎይታ እዩ ካልኣይ የብሉን ተፀራሪ የብሉን። ወህወ ቀሃር ኣብ ቅድሚኡ እውን ደው ድብል የለን። ማሊኩ ኩሉ ሸይ ንኩሉ ነገር ዝሓዘን ንኩሉ ነገር ድስዕርን ፈህወ ልጋሊቡ ልቀሃር ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ስለዚ ነዚ ንኩሉ ዝሰዓረ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ ንዕኡ ደኣ ኣምልኹ ኢኹም ኣምልኾትኩም ንዑ ጥራይ ይኹን። ወማ ምን ኢላህ ኢላ ላሁ ልዋሕድ ልቀሃር እሱ እውን ረቡ ሰማዋት ወልኣርድ እዩ። ወማ በይነሁማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ቀሃር ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ሓደ ጎይታ እሱ ጥራይ ንዕኡ ክተምልኹ ይግባእ ንዑ ጥራይ ኣምልኹ ዝብለኩም ዘለኹ ንሱ ጎይታ ሰማያትን ጎይታ መርየትን ጎይታ ኣብ መንጎ ሰማያትን መርየትን ዘሎ ፍጡር ኩሉ ንሱ ጎይትኡ እዩ። ፈማሊኩ ኩሉ ሸይ ነዚ ኩሉ ዝመልኽን ድላዩ ዝገብርን ንኩሉ ዝፈጠረን ከምኡ ውን ነዚ ፈጢርዎ ዘሎ ዘከናውን ማለት እዩ መን እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ለይትን መዓልትን ዝገብር ኣላ ስብሓን ወተዓላ ማይ ዝናም ዘዝንም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፀሓይ ዝህብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ርዝቅን ሽሻይን ንዘድልዮ ፍጡር ህይወት ዘለዎ መን ይዝቦ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ንዓኻ እንታ ወዲ ሰብ ይኹን ነታ እንስሳ ይኹን ነቲ ኣራዊት ይኹን ነቲ ሓሸራት እውን ይኹን መን እዩ ዝረዝቆ ዘሎ መን እዩ ህይወት ይብዎ ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ፈህወ ላ ስብሓን ወተዓላ ረቡ ሰማዋት
والأرض وما بينهما نل زعبلل ملت ي سميت مريت نت أب منق زلن من يقيت الله سبحانه وتعالى كل قيت يبلن ز خب كن نز خل زفطر نز خل زخنون كمدلي زقبر كب كن إذن زي ت بحق أملخت كوهب زلو لذلك الله سبحانه وتعالى خل ز مست ي توحيد الربوبية بهل توحيد الألوهية كلت أقاطم يقربلك ملت ي مخليات ت أملخت كتب مثلا حق زلو من ي እ ملك ዘለو ክኸن ኣለ ዝመلخ ክኸن ኣለ ዝፈጠረ ክኸن ኣለ ክእለት ገብር ዝኽእል ካባኻ ዘይፅበ እንታይ ንስኻ ብ ፅበ ክኸን ሎ ንስኻ ኢኻ يርحمك الله ንስኻ ኢኻ እታይ ክትገብሮ ዘለኻ ማለት እዩ ክተምልኾ ዘለካ رب السموات والأርض وما بينهم العزيز الغፋر ከምኡ ዝጎይታ ዚ الله ስብሓنه وتع هو العዚዝ العزيز أي القاهر ك نل سعر فم زيسعر لا يغلب أبدا س ل ز عوت زن يت ي وهو الغفار كذلك نل زنبتت ولا ون يبزح الله سبحانه وتعالى كل مرك ي كل دمسسلك ي لأنه رحيم بك الله سبحانه وتعالى بعل ملء رحمة سل زن نعن كمحرك ي ز ل خلقዎ ل ترحم نل زمالئ ملت ي الله سبحانه وتعالى نمن كرحم ل فطور ل ل يبብن ي ل خلقዎ ل تحت رحمن من ل تحت رحمن الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء إلن الله سبحانه وتعالى ترحمنت نل زتقالل ي نع أنت ود سب ንኻልእ እውን ፍጡር ነቲ እንስሳ ነቲ ጠለ በጊዕ ወላ ንዕ እውን ብራሕማ ናይ መን እዩ ዝኸይ ዘሎ በቲ ርህራህ በቲ ራሕማ ናይ ኣላ ስብሓነሁ ወተዓላ እዩ ፈሁወ ልغፋር ራሒም ثመ የቁል ላ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁል ሁወ ነበኡ ዓظም ሃذ ኸበር ነበእ ክበሃል እከሎ ጠብዓ እንታይ ማለት እዩ ነበእ ወረ ማለት እዩ ዜና ማለት እዩ እዚ ዝንገረኩም ዘሎ ወረዚ ናይ ብሓቂ እዩ ወይ ከዓ ዓብዪ ዝኾነ ነገር እዩ ፈቃል ሁወ ነብኡን ዓظም ቂል ኣነሁ ሁወ ኢርሳል ላ ስብሓነ ወተዓላ ኢለ ነቢ صለ ላه ለ ሰለም ሃذ ነብኡን ዓظም ትልእ ተልእኾ ናይ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ሰለም ቂል ኣነሁ ሁወ እነብኡን ዓظም ወቂል እነብኡን ዓظም ሁወ ልቁርን እቲ ቁርን ወሪዱ ዘሎ እሱ እዩ እቲ ዓብዪ ወረ ክልኡ ውን ብሓደ ተኣሳሰረ እዩ ነቢ صለ ላه ለ ሰለም ንሶም እዮም ነቲ ቁርን ሒዞሞ ዝመፁ ንሶም እዮም በቲ ቁርን እተላእኩ መጂ ነቢ صለ ላه ሰለ ምምፃእ ናይ ነቢና ሓመድ ስ ሰለም ምስቲ ምውራድ ናይ ቁርን ምስኡ እተኣሳሰረ እዩ ስለቶም ሙሽርኪን ሽዑ ቁርን ክሰምዑ እተ ኮይኖም ብመን ይመፅዎም ብነቢና ሓመድ صለ ላه ለ ወሰለም ፈነብኡ ዓظም ክበሃል እከሎ እቲ ነቢና ሓመድ صለ ላه ሰለም ሒዞሞ ዝመፁ ናቶም መልእኽቲ እዚ ትዝዓበየ ወረ ይኸውን ማለት እዩ ኣንቱም ዓንሁ ሙዕሪضን ክሳዕ ክንዲዚ ዓብ ወረ ኣገዳሲ ወረ እከሎ ኣገዳሲ ነገር እንከሎ ግን ንስኻትኩም እኹል ኣቃልቦ ይሃብኩምሉን ካብኡ ርሕቕኩም ኢኹም ዘለኹም ኣንቱም ዓንሁ ሙዕሪضን ኣይ غፊሉን ወላ እንታይ ይበሃል ኣሎውን ግልፅ ትብልዎ ኣለኹም ነዚ ቁርን እዚ ነዚ መልእኽቲ እዚ እውን ልቦና ልብና ይሃብኩምሉን ኣለኹም ስለዚ ኣስተውዕሉሉ ደኣ ካብኡ ክትርሕቁ የብልኩምን ثመ የقሉ ነቢ ስብሓነ ወተላ ከምዚ ኢልካ እውን ያ ሙሓመድ እውን ተዛረቦም ኢኻ ማ ካነ ሊ ምን ዕልሚ ብልመላኢ ልኣዕላ ኢذ የኽተስሙን ነቢ صለ ላه ለ ሰለም የል እነማ ህወ በሸር ሰብ እዩ ኣነ እውን ሙንዝር ልኡኽየ ኢሎም ነቢ ስለ ላه ሰለም ጠቂሶም ስለዚ እቲ ናይ يوم القيامة زركب يخون ناي آدم فطاطرانات يخون كالئ نجرات أب لعل سماي تخايد جنا أنا خيتفطركم خلخ نسخم كيترخبكم كلخم እت ززنتولكم زلخ ويك زنجركم زلخ زنتان ورن
ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ኩሉ ከመይ ገይሩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንኣደም ከም ዝኸለቀ ከመይ ገይሩ ሸይጣን ስጁድ ንኣደም ከም ዝኣበየ ብድሕሪኡ ከእንታይ ተረኺቡ እንታይ እዚ ኩሉ ነገራት ዝነግረኩም ዘለኹ ባዕለይ ብኽእለተይ ብፍልጠተይ ዘምፃእኹ ኣይኮነን ማ ካነ ሊ ምን ዕልሚ ብልመላኢ ኣዕላ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أن بزعب ي زم سبت م ي ملئكة ين ي آدم ين ترخب مسححب زنتم بعلي زمع يكم أنا ون فلطكم كن إنما نر بي مني كب فلطي إن يوحى إلي نر بوحي سمعك بوحي زمني د أنبر نرت ي أب ل سب فلط نر أيكن ባዕልኻ ተመራሚርካ ወይ ከዓ ብሓንጎልካ ዝብፃሕ ነገር ኣይኮነ ናይ ግድን እዚ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ውሓይ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ዝፈጠረ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ እቲ ኣብ መንጎ ሰማያትን መሬትን ዘሎ ኩሉ ነገራት ዝፈጠረ ንሱ ዝነገረኒ እዩ ደኣ እምበር ኣነ ባዕለይ ተመራሚረ ዝበፃሕኩ ኣይኮነን እን ዩሓ ኢለየ ኢላ ኣነማ ኣነ ነዚሮ ሙቢን ኣነ ካብኡ ሕልፈ ዝያታ የብለይን እነልኩም መጠንቀቕታ ኣድህብ ዘለኹ ፈኣና ነذሩ ሙቢን ነቲ ጉዳይ ዘገልፅ መጠንቀቕ እየ መፅአኩም ዘለኹ ምእንቲ ካብቲ ዘለኹምሞ ጌጋ መንገዲ ንክትቁጠቡ ካብቲ ትኸድዎ ዘለኹም መንገዲ ካብኡ ንክትምለሱ ካብ መገዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ርሒዕኩም ስለ ዘለኹም ንዓኹም ከጠንቅቕ እየ ተለኣይኸ ፈኣና ለኩም ነذር ንዓኹም ኣስጠንቃቕ እየ إلا أنما أنا نذير مبين الله سبحانه وتعالى ون نتي زورد نخلم زلأخ ي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلذي ت ترخب ويك ت زبهل نجرات كل بأي سمع لخم بيدونني زمك ويكن ناتي ونت ين ويك بسمعتي ز حيش ز يبلፅ زبلكم نجر يبلين لكن تزبلكم لخ ن ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ተላኢኸ ስለ ዝኾንኩ ኩሉ እቲ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትእዛዝን ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓበሬታን እዩ ወምን ዛሊክ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘውረደለይ እውን ኢሉ ማለት እዩ እቲ ኣያታት ናይ መጀመርያ ቅድሚ ኩሉ ክፍጠር ከሎ ኣደም ከመይ ገይሩ ከም ተፈጠረ ወዲ ሰብ መጀመርያ ኣፈጣጥራናቱ እንታይ ከም ተረኸበ እዚ ነገራት እዚ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሱ ዝነገረኒኡ ኢሉ ምስ ሓበረ እነሀ ገለ ካፍቲ ናይ ሰይድና ኣደም ናይቶም መላእካ እንታይ እንታይ ከም ተረኸበ ብዛዕባኡ እውን ይጠቕሰሎም ማለት እዩ ፈየቁሉ ላ ስብሓን ወተዓላ ኢዝ ቃለ ረቡከ ልልመላኢከቲ እኒ ኻሊቁ በሸራ ምን ጢን ፈኢዛ ሰወይትሁ ወነፈኽቱ ፊህ ምን ሩሒ فقعوا له ساجدين طبعا እዚ ዛንታ እዚ ናይ ኣደም عليه السላم እቲ መጀመርያ ፈጣጥራናቱ ከመይ ከም ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ እውን ሰሚዕናዮ ኢና ኣብ ብዙሕ ሱራታት እውን ተጠቂሱ ማለት እዩ ኣብ ሱረة البقራ ይኹን ኣብ ሱረة الኣعራፍ ኣብ ሱረة الحጅር ሱረة كذلك الإስራء ሱረة ካሃፍ ገለገለ ካብኡ ሓንሳ ኣንዋሕ ኣቢሉ ኣ ስብሓን ወተላ ይነግረና ሓንሳ እውን ኣሕፅር ኣቢሉ ይነግረና ማለት እዩ ገለ ካብኡ ውን ሕጂ እነሀ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዚ ይጠቕሰልና ማለት እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንመላእካ ጌና ንኣደም ከይፈጠረ ንከሎ ጌና ብእዋኑ ይነግሮም ማለት እዩ ኣደም ሰብ ክኸልቕ ክፈጥር ሓስብ ወይ ከዓ ሰብ ክፈጥር እደሊ ኣለኹ ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይነግሮም ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ እውን ካብ ምንታይ ክኸልቆ ኢልዎም ማለት እዩ ካብ ጢን ካብ ጭቃ ማለት እዩ ምን ሰልሳልን ምን ሓመእን መስኑን ካብ ጭቃ ዝነቐፀ ጭቃ ዳሕራይ ምስ ነቐፀ ድምፂ ዘውፅእ ሰልሳል ይበሃል ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ነጊርዎም ማለት እዩ ዳሕራይ እንተ ደኣ ኸሊቀዮ ልክዕ ወዲ ኣዳም ሰብ ገይረ ምስ ኸለቕክዎ እውን ንኽትሰግድሉ ስጁድ ንኽትገብርሉ ይእዝዘኩም ኣለኹ እዚ ስጁድ እዚ እውን ናይ ጎይትነት ስጁድ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ቀዳማይ ነገር ነቲ ትእዛዝ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዕኡ ምትግባር ማለት እዩ
ነቲ ፍጡር ከዓ ንኣደም ዓለይሂ ሰላም ከም ምንታይ ማለት እዩ ናይ ክብረትን ናይ ሰላምን ናይ ተሕያ ይኸውን ማለት እዩ ሎ መዓልቲ በዚ ንፍፅመ በዚ ትድምደም أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.